النهارده بقى انا هعمل ايه؟ النهارده انا هعمل كنافه بالمانجا. يعني قلنا بقى نرجع كده من العيد بحاجه حلوه، يعني خلاص بقى قبل العيد بقى كان كل الوصفات بقى لحمه واكل وحاجات العيد. طيب النهارده بقى هنعمل كنافه بالمانجا، ما لحقناش نعملها في رمضان، وبما ان موسم المانجا شغال اليومين دول، المانجا رخيصه والكنافه موجوده طول السنه معانا، فاحنا النهارده هنعمل كنافه بالمانجا. طب مقاديرنا هتنزل دلوقتي قدامكم على الشاشه، ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا مع بعض. هنعملها النهارده بطريقتين، بالطريقه اللي هي المحمره وبالطريقه اللي هي في الفرن، عشان يبقوا الاثنين متاحين قدامنا. مقاديري قدامي على الشاشه وهتنزل لكم دلوقتي، وانا عندي المقادير، عندي كنافه انا مفتفتاها، وعشان تفتفتيها كويس اهي، بص لازم الكنافه تحطيها في الفريزر ساعه ولا ساعتين عشان تلاقيها مفتفته معاكي كده بسهوله اهي، لما تتحط في الفريزر تعرفي تكسريها بسهوله. وطبعا عندي سمنه وعندي معلقتين سكر بودره او ثلاثه عشان خاطر تخلي الكنافه تتحمر معانا بسرعه، وعندي الشربات بتاعها مقاديره برده هتنزل على الشاشه قدامكم دلوقتي، هياخد كوبايتين سكر معاهم كوبايه ميه ونص ليمونه او نص او ربع معلقه ملح ليمون، ومعانا الحشوه بتاعتها بقى. لما نيجي نعمل الحشوه هقولها لكم عشان خاطر الحشوه دي في اختلاف عليها. طيب هنعمل اول حاجه اللي هي متحمره، انا عندي طاسه بتاعت لافا حلوه جدا وسهله المسك. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هحط فيها اهي الطاسه، عايزاها تسخن شويه، عايزه الطاسه تسخن شويه. عندي هنا السكر البودره هحطه على الكنافه، بسم الله، ادي السكر البودره على الكنافه ونقلبه كويس قوي. بصوا بقى يا جماعه، يعني عايزه اقول لكم ومنتجات لافا انا شخصيا بستعملها عندي في البيت، الناس اللي متابعاني هتعرف ان انا كلامي مظبوط، انا بنصحكم ان انتوا تجيبوها. كل بقى اللي عايزه تجدد في مطبخها واللي عايزه الوان كده حلوه ومطرقعه مع الوان المطابخ الجديده، الحلل والطاسات دي والالوان بتاعتها حلوه جدا جدا جدا، وكمان يعني منتج حلو جدا انتوا هتجربوه هتعرفوا. طيب انا حاطه سكر بودره كده عليها، عندي بقى الطاسه الحلوه المربعه الجميله دي بصراحه انا بحبها وبحب اشتغل فيها. طيب حطي فيها حبه سمنه، بسم الله، دي سمنه انا مسيحاها عشان تسهل عليا، وروح واخده الكنافه. طب يا صدفه السكر البودره وظيفته ايه في الكنافه؟ السكر البودره يا قلبي وظيفته ان هو يخلي الكنافه تتحمر معانا بسرعه وتاخد لون بسرعه. طيب اهو، وهنسيبها تتحمر براحتها اهو. طيب انا بقى عندي بقيه الكنافه دي، هجيب صينيه ألمونيا او اي صينيه تيفال واروح حاطه فيها كمان طقم لافا معاه، كل طقم معاه لون الطقم التوزيع بتاعه نفس اللون. بصوا انا هستعمل الطقم الموف، بصوا بقى الشياكه بتاعته حلوه ازاي، بصوا اللون الموف اهو، نفس لون الطاسه بالظبط عشان خاطر ما يبقاش المطبخ بتاعك فيه الوان وحله لون وضغط. بصوا بقى اللون، نقلب بقى كويس قوي كده اهو، نقعد بقى نقلب ونسيبها براحتها. الميزه كمان فيها ان هو ما بيخليش الاكل يلزق فيه اهو، يعني انا حطيت سمنه قليله في الكنافه وهسيبها عشان خاطر مع بعضها كده، وهوريكم ان الاكل كمان ما بيلزقش فيه. الميزه كمان بقى بتاعت الايد، يعني انا عندي الحله هستخدمها دلوقتي هسيبها هنا، الميزه بتاعت الايد بقى ان هي ليها مسكات لوحدها غير الايد، بحيث ان احنا ممكن نشيل الغطا ده كده وندخلها في الفرن زي طاجن، يعني ندخلها كده بحالها، هنشيل الايدين بتاعتها ونشيل الغطا عشان خاطر البلاستيكه اللي فوق دي ما تتحرقش، وندخلها في الفرن زي طاجن. فبصراحه فيها مميزات حلوه جدا جدا جدا. طب نسيبها بقى تتحمر براحتها اهو. هنا بقى انا هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم هجيب بقى صينيه واعمل فيها طبقه رقيقه جدا. بصي يا استاذه طلعت مكسراها ومنعماها قوي ازاي اهي، لازم تتحط في الفريزر عشان توصل لكده اهي، شايفين؟ شايفين كده اهي. نجيب بقى صينيه، اي صينيه، انا بفضل الالومنيا اهو، الالومنيا بيوزع الحراره حلوه قوي كده من غير سمنه، يا صدفه من غير سمنه حتى ما نهندش الصينيه اهو، احنا بنحط السمنه على الوش اهو. حلو قوي كده اهو، نضغطها بقى كويس قوي، وفي نفس الوقت نقلب
اهو حلو قوي، يا سلام. ايدنا تبقى شغاله في الناحيتين اهو، ونروح حاطين السمنه، بتاخد كبشه الا ربع الصينيه اللي قد دي، وادخلها الفرن تستوي براحتها. يا صدفه طب السمنه دي هتسوي كله؟ اه هتسوي كله، هتبقى حلوه جدا معانا، فما تقلقوش من الناحيه دي خالص خالص خالص. اهي ادخلها بقى الفرن. طيب انا كده قلبت الكنافه، واسيبها بقى تتحمر براحتها لحد ما توصل اللون ده. بصوا بقى اللون ده، انا محمراها من شويه برضو في نفس الطاسه. بص اللون بتاعها بقى حلو ازاي اهو، بصوا اهو، بصوا اللون بقى ده، يا سلام يا سلام يا سلام. طيب انا النهارده بقى هعمل ايه؟ هعمل صينيه من اللي هي، هعمل صينيه اللي هي سليمه، وهعمل صينيه من اللي هي بتبقى الكنافه مفتفته فيها. طيب بصوا بقى انا عامله ايه، صينيتين مسوياهم زي اللي عملتها من شويه، واول ما طلعوا من الفرن حطيت لهم الشربات. الشربات بتاعهم عباره عن ايه؟ كوبايتين سكر وكوبايه ميه زي ما انا قلت لكم، كوبايتين سكر وكوبايه ميه زي ما قلت لكم. طيب هنعمل ايه بقى؟ والكريمه بتاعتنا عايزه اقول لها قبل ما، طيب قبل ما اشوف تليفون ام حنين، عندي الكريم شانتيه اهو. هتاخد كوبايه كريم شانتيه، والمقادير على الشاشه دلوقتي قدامكم، كوبايه كريم شانتيه خام من غير سكر، ونص كوبايه سكر عادي خشن، وكوبايه ميه متلجه او كوبايه الا ربع على حسب الكريمه. الو يا ام حنين، ام حنين الو. طب شكل كده الخط قطع. طيب انا عندي بقى هنا هعمل البتس الكريم، بس الكريم ده بيتباع جاهز او كاستر المتاح عندنا. انا عندي ميه متلجه اهي، هحط فيها البتس الكريم، بيتباع جاهز في كل، عند كل العطارين. تمام اهو، بص اهو، دي ميه متلج، احط فيها البتس الكريم، هتلاقيها كريمه صفرة كده عامله زي الكاستر، ونقلبها بسرعه كده. طب ليه يا صدفه ما نحشيهاش كريم شانتي بس؟ صدقوني لما تعملوا الشوبست كريم اللي هو الكريم البتس دي على الشانتي، هيديها طعم حلو جدا ومميز جدا جدا جدا، وهتجربوه، انا عارفه انه هيعجبكم. طيب عايزه اقول لكم، طب يا صدفه احنا هنجيب منتجات لافا منين؟ هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه ارقام تليفوناتهم وصفحه الفيسبوك بتاعتهم، تقدروا تتواصلوا مع الشركه، هتبعت لكم المنتج لحد البيت عندكم. اه بصوا بقى الكريمه صفرة ازاي اهي، ده البتس الكريم. بنعمل بقى منه الاكلير والملفيه والحاجات دي كلها اهو، واروح حط عليها، بسم الله، احط عليها حبه كريمه واقلبهم في قلب بعض. طيب اهو انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هروح على الشربات اللي انا عاملاه واحط عليه حبه مانجا اللي انا عاملاها برضو، وهطلع فاصل صغنون خالص. بصوا يعني كده ده الشربات اللي انا عاملاه من شويه، معلش يا استاذ طلعت هتحرك معانا توريهم الشربات اهو، بصوا كده اهو، واقلبهم كلهم في قلب الشربات اللي انا عملته، اللي قلت لكم عباره عن كوبايتين كريمه، كوبايتين سكر. لو هنحط كوبايتين سكر هنحط، لا لخبطتوني، هنحط كوبايتين سكر اه وكوبايه ميه. تمام اهو، نطلع بقى فاصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل على ما اقلب الكريمه دي. ورجعت لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل زي ما قلت لكم حطينا الكنافه في الفرن، وكنت عامله الكنافه اللي هي المفتفته، فانا دلوقتي هعمل ايه؟ وقلبت الكريم الباتسري على الكريم شانتيه. طيب انا هنا عملت ايه؟ حطيت حبه من الكريم انا مفتفتاها كده في صينيه او طبق صغيره زي ما نحب اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو، طبقه صغيره خالص، وتضغطيها بايدك كده مفيش منها اي قلق، ما تخافيش خالص. نحط حبه كريمه اهو، ونفردها كده بالمعلقه، يعني الموضوع كله ما فيهوش اي رعب ولا حاجه. لو انت ما عندكيش بقى المعالق بتاعه الطرق والحاجات دي، لا اهو بمعلقه، بسيط جدا وسهل قوي اهو، تفردها فرده بسيطه كده. ونروح، انا عندي المانجا لما قشرتها خدت الوشين عشان خاطر اقطعها مرسوم على الوش، دي المانجا القطع صغيره، اروح رصها كده في النص كده شويه حلوين اهو، تمام حلو قوي كده. اخد كنافه باقيه، بسم الله. طبعا الكنافه دي اول ما اتحمرت وهي دافيه كده، عملت ايه وهي دافيه؟
حطيت لها حبة شربات اهو، نعمل كده كويس قوي. قول الو يا حنان. الو، صباح الفل يا حنون. صباح الفل يا قمر. عامل انت اللي قمر. ايه المكالمات الحلوة اللي على الصبح دي؟ الله يخليك، انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسة. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه. تسلمي، الله يا رب يسلمك. تكون اجازه سعيده. والله ما كانتش سعيدة ابدا، بس خاطرك انت ماشية سعيدة. ربنا يسعد قلبك يا رب. ربنا يخليكي، تسلمي، ماشي يا حبيبتي، منوره دايما ما كده يا تحرمش من رب. مكالمتك، ربنا يبارك لك. وعايزينك دايما كده تعملي لنا بس في ميعاده عشان نبقى عارفينه ونطلع معاكي. من عيني. حاضر، ماشي يا حبيبتي، هقول لكم قبلها. ماشي. مع ألف انت كنت سلامة. بتطلعي يوم الجمعة على طول الساعة 5، كنت بستناكي. معلش بقى، ما أنا اليومين دول كنت أجازة بقى، فهطلع ايوه، يوم الجمعة إن ما شاء الله. يجراش حاجة، بعد الاجازة بقى ان شاء الله. من عيني. ماشي. تسلمي يا حنونة، ما تحرمش من مكالمتك الحلوة. طيب أنا هنا عملت إيه؟ رصيت بقى طبقة الكنافة التانية أهي، أهي تمام. دي هركنها على جنب، وهعمل إيه بقى؟ هنا عندي الطبق أهو، حطيت فيه اللي هي اللي احنا عملناها في الصينيه، وحطيت فوقيها كريمه برضو زي ما حطيت فيها، وهحط برضو قطع كنافه كده، قطع مانجا كده في النص. الو يا ام حنين. ايوه يا صدفه، صباح الفل. صباح الخير حبيبتي، انا بحبك قلب الله يا صدفه. حبيبتي ما تحرمش من مكالمتك الحلوه. احنا من اسكندريه، كنا في اسكندريه والله. ان شاء الله تتعوض، واجي لكم باذن الله واعرفكم قبلها عشان تستنوني. يا ريت حضرتك تنوي على صفحه ان شاء الله، عشان انت معاكي على الصفحه. من عناية باذن الله. حاضر. ممكن اخد رقم تليفونك؟ كنترول، عشان مش هينفع اقوله على الهوا. ماشي، شكرا شكرا. العفو حبيبتي، مع الف سلامه. طيب ادي الكنافه الثانيه، انا حطيت كده طبقه كنافه، طبقه كريمه، وطبقة مانجا، ونحط الطبقة بتاعة الكنافة التانية كده اهو، ونروح. نروح فين؟ هنروح هنا اه، طبقة من طبقات، ناخد بقى ايه، حبة شربات. انا حطيت على حبة الشربات حبة مانجا زي ما قلت لكم كده اهو. نقول الو يا استاذ خالد. الو، السلام عليكم. ازيك يا استاذ خالد؟ يا شيف صدفه، ايه الابداع والجمال ده كله؟ هاخد لك حته بقى. بقى الف هنا وشوفها للي ياكل يا شيف صدفه. ربنا يبارك لك يا استاذ خالد. بقول له هقول لك ايه بقى؟ قرب، يلا قرب، لازم لازم تجرب تكون دايما سعيد. اضحك، يلا اضحك، ارسم، يلا ارسم على وشك بسمه عيد، عيشها دايما في سعاده، حياتك احلى سكر زياده، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيب يا استاذ خالد، ربنا يبارك لك، مكالمتك اسعدتنا بصراحه. طيب انا هنا بقى هحط طبقه بسيطه بس كده من الكريمه، ما نكترش، بسيطه خالص، عشان خاطر فيها شربات وفيها كريمه، حاجات كل الكريمه دي طبعا هتتغطى بالمانجا دلوقتي، فمش هبان اهو. كل ده هيديها لك كده اهو، مش مشكله، كفايه عليها كده. ونروح حاطين الكنافه الباقيه كده اهو، المانجا الباقيه، وهجيب بقى دي الناحيه دي، وهعمل ايه؟ هجيب بقى المانجا الصحيحه دي، وابتدي اقطع. ونقول الو يا مدام ايناس. الو، صباح الفل. صباح النور، ازيك يا صدفه؟ الحمد لله كويسه، منوره يا قلبي. حبيبتي ما تحرمش من مكالمتك الحلوه، انا بحبك قوي 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 على فكره. حبيبتي ربنا يبارك لك، تسلمي. ومتابعاكي على الفيس وفي كل مكان وراكي. انا بحب الناس الحلوه اللي دايما متابعانا دي. حبيبتي انا اسكندرانيه، كنت فرحانه قوي ان انتي في اسكندريه. ربنا يخليكي، تتعود ان شاء الله، ونجي لكم نقول لكم قبلها. حبيبتي قلبي، تنوري تنوري. تسلمي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك، مع الف سلام. طب انا بقطع المانجا اهو، واروح رصها على الوش كده. طب يا صدفه المانجا دي مش هتدبل؟ لا، انا عندي عندي جيلي تلميع جايباه من العطار، بيتباع اسمه جيلي شفاف. طب يا صدفه لو مش هنعمل ايه، هتجيبي جيلي مانجا من اي سوبر ماركت وتسيحيه، وتروحي حطاه على وش الكنافه، بسيطه كده وسهله. كده نقول الو. الو، الخط قطع تقريبا. طيب انا بحب عموما برص المانجا كده عليها عشوائي كده، بتدي مع الجيلي بتدي شكل حلو جدا 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 اهو كده، تمام قوي. طيب الجيلي بقى على الوش بيديها شكل حلو، نسيح الجيلي اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي كام وحده كريزه بس نكسر اللون بيهم مش اكتر. ونقول الو يا حنان. الو، ايوه ازيك يا صدفه؟ الحمد لله.
ازاي حضرتك؟ انا فرحانه جدا ان انا بكلمك والله. حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي يا حنونه. انا بتابعك على اليوتيوب وبحبك جدا، وانت يعني عامله لنا طاقه ايجابيه جميله والله، يا ربنا حبيبتي يكرمك. ربنا يبارك لك في وصفات النهارده بقى. جميله تحفه، بس الدايت ده باظ خلاص يا ما فيش دايت بقى، احنا لسه خارجين من عيد. عيد ايه ولحمه ايه واللي احنا واكلينه؟ احنا خاربين الدنيا في العيد. والله خربينها لحد دلوقتي حضرتك. طب يعني ما جاتش بقى على حته كنافه؟ ما جاتش حبيبي يعني. حبيبي ده انا كلها لاجل عيونك يا حبيبي، يا ربنا يخليك. جربيها يا رب وان شاء الله تعجبك. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، كنت من ورا اسكندريه يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ما تحرمش يا منك. حبيبتي تسلمي يا حبيبه قلبي، يا رب ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلمي، ربنا يبارك لك. طيب بصوا بقى اهي، عايزه احطها لكم كده قدام عشان تشوفوها. بسم الله. على ما نخلص دي كمان بالمره. بص بقى شكلها حلو ازاي، وارخص من بره بكتير بكتير بكتير. بره طبعا بتبقى غاليه جدا، غاليه قوي قوي، لكن اليومين دول بقى موسم المانجا والمانجا رخيصه، فاعملوها في البيت هتبقى احسن من بره. يكفي ان انتوا عاملينها بايديكوا، حاجه نظيفه في البيت ورخيصه كمان. ناخد حته من دي عشان دي اسرع، بتتفرد اسرع اهو. ممكن طبعا تعمليها في كاسات صغيره على حسب ما تحبي، مش هتفرق خالص اهو. نروح واخدين المانجا بقى دي بقى نقطعها كده نفك كده بسرعه، وناخد كده نحطها كده على الوش. طب يا صدفه مش لازم نحط عصير مانجا فيها؟ لا مش لازم على فكره، ليه ندخل لها عصير؟ ما هي فيها حتت مانجا كتيره وفيها سكر بتاع الكريمه وفيها حاجات كتيره مسكره، يعني مش لازم العصير على فكره، بس انتوا عايزين تزودوا مش مش تقولي يا صدفه احنا بنسقيها مثلا بدل الشربات بتاعها عصير مانجا. حلو جدا برضو، انا بحط ده وعده، يعني انا دلوقتي حاطه قطع مانجا في الشربات بتاعها. وتسويها كده طبعا. لسه بعد ما نخلص بقى هنمسح العلق الطبق من بره عشان برضو العين بتاكل قبل البق، فالحاجه تبقى شكلها نضيف كده. يا سلام يا سلام يا سلام. لو عندك بقى اطباق صغيره او اي حاجه صغيره ممكن تعملي فيها، تبقى حلوه جدا، بحيث ان هو الواحد ياخد بوله صغيره او طبق صغير يبقى الطف من كده. بره بتتباع البوله الصغيره قد علبه الزبادي كده صغننه، بتتباع تقريبا ب 15 او ب 25 حاجه زي كده، وما فيهاش طبعا كميه المانجا اللي احنا حاطينها دي. على دي ما تفك، انا هعمل ايه دلوقتي؟ همسح دي اهو. بص بقى شفتوا حلوه ازاي؟ طيب عايزه افكركم كمان بحاجه مهمه جدا جدا قبل ما اقفل، عشان تتواصلوا مع منتجات لافا طلب المنتج يا جماعه عن طريق ارقام التليفونات اللي على الشاشه او صفحه الفيسبوك بتاعتهم، عشان خاطر ما تروحوش لاي منتج تاني، وهيظهروا قدامكم دلوقتي على الشاشه برضو عشان تبقوا عارفينهم، ومحدش برضو يضحك عليكم، لان برضو في صفحة كده بتتعمل فيك باسم البرنامج وباسم المنتجات اللي معانا، فنخلي بالنا من النقط اللي زي دي يا جماعه. احنا كده طبعا خلصنا منتجاتنا خلاص كده خلاويص. المهم بقى حاجتنا دي كلها، اتمنى ان انتوا تجربوها يا جماعه بالطريقه دي، وانا واثقه باذن الله انها هتعجبكم. وكمان عايزه اقول لكم بكره ان شاء الله هنعمل وصفه كنتوا طالبينها كتير مننا، اللي هي ايه بقى؟ مش عايزه اقول لكم هي ايه، خلاها مفاجاه كده بكره ان شاء الله. اتمنى تجربوها، واتمنى ان انتوا تجربوا منتجات بتاعت حلا اللافا دي، انا واثقه باذن الله انها هتعجبكم ان شاء الله، واثقه باذن الله انها هتعجبكم، عشان خاطر انا مجرباها شخصيا. بصوا الاكل ما بيلزقش فيها خالص، بصوا الطاسه من جوه انا محمره فيها من بدري، بصوا ما فيهاش اي حاجه خالص اهي، شفتوا الطاسه عامله ازاي؟ اهي مفيش منها اي قلق ولا اي ضرر خالص، بصوا اهي شايفين؟ ناخد بقى بالنا يا جماعه من المنتجات اللي احنا بنجيبها، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ندخل في بيتنا حاجات نبقى واثقين منها وضامنينها، بحيث تبقى كويسه للبيت لينا، وكمان مخليها شكل المطبخ عندنا حلو. الحاجات دي بتفرق جدا جدا، لو عندك ضيف عندك عزومه
طيب انا كده خلصت، انا بس بعمل دول، خلصت كده النهارده وصفتنا. جربوا يا جماعه الكنافه بالمانجا دي بالطريقه بتاعتي، انا واثقه باذن الله انهم هيعجبوكم، باذن الله واثقه انهم هيعجبوكم ان شاء الله. وزي ما قلت لكم كريم شانتيه على كريم باتسري علشان خاطر تدي شكل حلو كده. اتمنى ان انتوا تجربوهم واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده وسفره جديده ويوم مميز تاني. بكره ان شاء الله ميعادنا في حلقه جديده، اشوفكم على خير، السلام عليكم.